السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فترة وصلني رسالة على البريد فيها إعلان أو مقطع فيديو، فحبيت أدخله لكن تفاجأت بشيء يمكن ما ينتبه للجميع. حبيت أوثق الشيء هذا حتى ينتبه للجميع ويكون تنبيه. طبعا اسم الموقع اللي وصلني في الإعلان بنت 18. طبعا في اللابتوبات الجديدة وبعض اللابتوبات يجيك جنب كاميرا الويب فيها لمبة صغيرة تبين أو تشتغل إذا تم استخدام الكاميرا. فدخلت الموقع وتفاجأت أن يأخذ لقطة سريعة المستخدم بدون ما ينتبه. طبعا أول شيء نجرب ندخل موقع، نجرب ندخل مواقع حتى نلاحظ أنه ما في أي تغير في الكاميرا أو أي اختلاف. لاحظ ما ضاعت اللمبة ولا تم استخدام الكاميرا. ندخل موقع بنت 18. طبعا الحين ما راح ياخذ لك صورة او ما راح يلتقط صورة، ينتظر حتى تدخل الى مقطع فيديو. نفتح اي مقطع فيديو، يكون انتباهك الى الفيديو نفسه ولا تنتبه لحواف الشاشة، وفي نفس الوقت ياخذ لك لقطة سريعة. لاحظ قام بياخذ لقطة من الكاميرا طبعا بدون ما ينتبه المستخدم، لان جل انتباهه على المقطع ولم ينتبه لحواف الشاشة أو لم ينتبه لاستخدام الكاميرا. حبيت أنوه للأمر هذا وإن شاء الله المسؤولين ياخذون الإجراءات. شكرا لكم.